مصطفى الزاد ياسين فرليك عبد الرزاق الغرباوي بجدال العطوالي سناتي احمد العلاني حفيده عباده بورحي عطوال العلاني معمر وزيد الغرباوي مخلوف عويتي سبعات الدواوير ولا ثمانيه كلهم كيهبطوا حتى الاليونس لان المدارس هنا اللي في السونتر ديال بني خلف كلها كانت كتبريبار كلها كان فيها لي طرافو منهم طريق بنو زياد الناس ديال فريكو والناس ديال الخموله والناس ديال بوجنالات مهيرشات كيهبطوا حتى لتحت كيضربوا 3 كيلومتر باش كيهبط وكتجي تعطيه انت لا ريسيبسيون وفين هي لا بوليا دابا فين الممتلكات ديال الجامعه دابا هذه مدرسه عموميه كاين التسليم ديالها خصو يكون يتسلم لا مينيستر ديديكاسيون ديال وزاره التربيه الوطنيه ما تسلماتش ليها وبقات خربه وصيفط ليه مراسله السيد مدير الاقليمي للتربيه والتعليم قالت ليه في 2018 13 نوفمبر تحت مراسله ديال 3367 الى كنتي عارفها سيد المدير وراسلتي قلتي لي مجموعه مدارس قاربت على الانتهاء منهم مدرسه بوشتى الجامعي مولاها سميتو بوشتى الجامعي اللي هي زيئه البركه هاد المدرسه هادي راسلات المديريه الاقليميه راسلات الاكاديميه وراسلات الوزاره المعنيه قالت لهم راه واحد المدرسه قاربت على الانتهاء هاد المدرسه ديال ولاد الشعب وقت ملي راسلتهم وفروا ليها الاطور ديالها السنه المواليه ديال 2018 وفروا ليها الاطور وفروا ليها لا فورنيتور ديالها غادي يجيو المدخل اسمح لي هذه دوره السيد الرئيس اسمعني قانون داخلي عندك قانون داخلي لا انا نكمل دابا جينا السجل ديال الممتلكات الجمعيه وخليني نسرد لك كيفاش انت تسلم نتايا تسلم تجزئه لواحد السيد اللي هو ملزم في دفتر التحملات وفي الالتزام وفي الديروغاسيون اللي مضاه قدام الوالي والعامل والجماعه وتعطيه لا ريسبسيون بلاتي امين لا تكمل
ملي شوف اسي اس بغيت ندخل ديال الاساتذه الوطني الاحرار انا ممثل ديال شوف تيكان دقيق انا ممثل ديال حيتي اسمعني البرلمان فين كاين المشكل انا عندي الجماعه نصحك قول لي حيتي الازمه والشوارع والشارع اللي وراك هنا باقي ما كملتيش لينا البروسيدور ديالو ياك والارض اصبر ما كاينش فوضى وانت دابا غتقول الازقه شوف الازقه كلها باقا ما كملتيش البروسيدور ديالها السيد راه اصبر بلاتي راه عندي كمل لك وهات انا باقي يلاه في الطوح دابا راه عندي دار داخلي ماشي دار داخلي شوف هادشي في الجامعات كاملين المستشارين كياخذوا الكلمه ديالهم اسمعني واتسطيع واخا كمل لك غنذكرك أعطى الكلمة كان جلسة مخصصة للجواب على الأسئلة الكتابية لصاحب السلطان تقديم ملخص لا عندي مجموعة ملاحظات دابا عندي مجموعة ملاحظات عندك جوج الناس اللي خداو الكلمة تمايا غتخصص لنا واش هذه دورة عادية هو دورة عادية كاين وقت كاين قانون يا سيد باشا كاين نظام داخلي كاين نظام داخلي كاين نظام داخلي هو خايف من الفضيحة مصدق عليه شوف عطيني النظام الداخلي عندنا كيحكم على كلنا راه كيحكم على كلنا راه كيحكم على كلنا هذا النقطه هذه الملف ديال رياض المبارك اللي كيتكلموا عليها تحميم سجل الممتلكات ديال الجماعه شكرا سيد باشا اخوان الاعضاء اخوان المواطنين وكما جرت به العاده كتعرضوا لنا نقاط ما تداولوش في اللجان هذا كيعتبر خطا للقانون السيد الرئيس هذه اول نقطه ثاني نقطة حين سجل الممتلكات الجماعية أصبح البالي والعادي في جماعة بني خلف كيعرف بأن السيد الرئيس يسلم التسليم المؤقت ديال مجموعة من المشاريع بدون ما يستخلص أو بدون ما ياخذ لا كونتر بارتي ديال هذه المشاريع لأن هذه المشاريع اللي كتهضر عليهم السادات اللي تفضلات وصلات لنا هادشي اول حاجه كان خصنا كاعضاء الجماعه نتوصلوا باللائحه ديال هاد الممتلكات ماشي حنا اخر لحظه حنا جايين نناقشوا ما عندنا حتى شي حاجه حتى من هالوراق اللي صيفط لنا السيد الرئيس المواطنين يشوفهم كي دايرين شوف رداء ديال الطبع ديال التهرب كوبي السيد الرئيس خليني نكمل الهضره ديك الساعه وهضرت تردد وهضرت الثنائيات توصلتي بكوبي ما يمكنش تعطي الناس كوبي اللي ما كانتش واضحه شكرا انا بالنسبه كما استرد الاخ مصطفى بالنسبه لمشروع رياض البركه رياض البركه مشروع اللي كاين في الكارتوش ديال البلان دو ماس بانك ملزم قبل ما تسلم لا بيرمي دابيتي لا شهاده تسليم مؤقت لا شهاده تسليم نهائي ديال لوتيسمون لا اي دوكيومون كيفما بغا يكون حتى تكون اونورا البروموتور كاع لي زونكاجمون ديالو اونفير لا كومون يعني اي التزام دارو امام الجماعه خصو يكون عندك هذه الاولى هادشي ما تحترمش في هذاك المشروع وماشي غير هذاك المشروع كاين بزاف المشاريع انا السؤال اللي بغيت نطرح لك السيد الرئيس وبغيت تجاوب وتكون عندك الجرأة السياسيه والجرأة قدام هاد المواطنين تجاوب شحال ديال المشاريع اللي سلمتي لصحابها لي ريسبسيون لي بيرمي دافيتي وباقيين معلقين وكيفاش المعايير كيفاش كتسلم لي ريسبسيون لشي كاينين دابا كاينين دي زيكيبمون تعطاو الجماعه اللي كي سون با اونور اللي فيهم ديفينيسيون ما كتلائمش مع القيد شارج وقبلتيهم كجماعه ودونوا وعلم الله واش داخلين سجل او ما داخلينش كاين دي ريسبسيون حنا كنسمعوا دابا كاينين دابا في رياض الفردوس ولا مع سميت البروجي اللي كان تعطى فيه دابا دي تيران دو فوت وبيسين وقاع مغطات دابا الناس كيستغلوه كيلعبوا فيه واش تسلم ما تسلمش كنسمعوا الاخبار بان هذوك لي بيسين ما فيهمش لي زيكيبمون لا بومب لا موتور لا والو القاع مغطاه ما فيهاش حتى ريفيتمون في لوسول كاين البيتون بحقه راه ماشي معقل ماشي شي غير معقول السيد الرئيس لان ما يمكنش انك بوحدك تاخذ قرار بدون ما تشاور مع الوكاله الحضاريه وما تشاور مع
السلطه المحليه وما تاخذ الراي ديال الاقسام ديال التعمير وتجي وتسلم راسك بقرار انفرادي لا ريسيبسيون ديال شي مشروع ولا كونتر بارتي ماشي في المستوى ماشي من التطلعات ديال الساكنه ديال بن خلدون. وتجي اليوم تقول لنا تحيين السجل وشنو هما المآل ديال المشاريع اللي بقات عالقه واللي لا كونتر بارتي ديال الناس خداو لي ريسيبسيون ما خديناش حنا لي كونتر بارتي ديالهم. واش كتبتي لهاد الناس ما كتبتيش ليهم؟ درتو دي بريزونطاسيون في تيتا؟ واش كاع الممتلكات اللي كتهضر عليهم مسجلين ومحفظين بسميت الجماعه؟ واش ما فيهمش دي شارج فونسيير؟ هنا كيبقى التساؤل. ما نجي نقول لك راني سجلت ودرت وفعلت وفعلت راه ساهله. علاش الهروب الى الامام؟ علاش ما عطيتيناش لا ليست ديال هاد الممتلكات؟ علاش ما صيفطتيهمش لينا؟ الا ما كانش عندك شي حاجه نيه في نفسي يعقوب ما صيفط لنا لا ليست ديال الممتلكات باش نعرفوا المشاريع اللي درتي. وشكرا. السلام عليكم.